الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. هما الحمار يا هما الحمار، أرنوا أرنوا لمشي الزمن، لقد صارخت في عروق الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن. للمباشر، وتعرفوا المبادرات في المجتمع المدني كبيرة برشا، اللي هما بالحق واقفين مع تونس، اللي فما برشا جمعيات متكونة اليوم بدلت حتى صيغة النشاط متاحها انها تمشي في مكافحة الجائحة هذه، وخاصة انها تعاون الناس اللي في مجابهة مباشرة مع فيروس الكورونا، انها تخلي التونسي يشد داره وتوصل له كل شيء للدار، شد دارك بركة واحنا نجيبوا لك كل شيء، انها توعي، انها تحسس، انها تعقم، هذه الكرة الدورية قاعد يقوم به المجتمع المدني، تحية ليه. واحنا المبادرات هذه ما نجموش بطبيعة نغضوا عليها الطرف لانها مهمة جدا في هذا الظرف، ونستقبل مع بعضنا وسيم المحبودي رئيس جمعية الامن الشباب التونسي والشباب التونسي لحماة الوطن. اهلا وسهلا، مرحبا بك وسيم. مرحبا بك نداء، ومرحبا بكافة المشاهدين التلفزيون الوطني. به تحية اكبار لكم على المجهود الكبير اللي قاعدين تقوموا به، هذا يظهر لي دخلتوا في كل ما ينجم يعاون التوانسة اليوم، وخاصة الناس الواقفة في الصف الاول، اعوان الصحة والا الامنيين والا في حملات التعقيم، انكم تعاونوا يعني في ظل الجائحة هذه. كما تعرف نداء، احنا بالاساس جمعيه امنيه، جمعيه الامن والشباب التونسي حماة الوطن، اللي تتكون من اطارات نيه وقضائيه ومحامين وصحفيين وناشطين من المجتمع المدني، نعم، يعني كافه الاطراف المتداخله في النسيج المجتمعي التونسي. اي اللي هي تمثل السلطه تقريبا، اللي هي حاولنا الاطراف يعني اللي موجوده مع العمل اليومي للدولة التونسية تكون مجتمع بعضها، باش أيوة. نلقوا خلاف بين معناها الهياكل هذه او مثلا في دراسات، نلقوا الشرائح الكل موجودة بيناتنا، كل سواء كان في اطار معناها باش نقربوا بين السلطات هذه، باش يعني نعملوا مؤتمرات او ندوات يعني في حاجة تخص المجتمع التونسي. واضح. به انتم ما يظهر لي ما خليتوش شكون في ذائقة، قاعدين تدوروا على الأعوان الصحة، قاعدين تمشيوا للأمنيين اللي كيفكم زملائكم، إذا كان بالإعانات بالنسبة للأكل معناتها توفروا لهم، وهذا مهم، راه ماهيش حاجة بسيطة، معناتها تعرف اليوم إنسان يبدأ يخدم ساعات ما ينجمش يخرج باش ياكل حاجة، ساعات ما يتوفرلوش، احكي لي شنو اللي عملته في الإطار هذايا. يعني دوب ما دخل معناها مالوريزمون فيروس كورونا للجمهورية التونسية، أيوة. وكما أعلن السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وطلب من المجتمع المدني جهود الدولة التونسية في إطار احتواء الفيروس هذا يعني، وسبيل معناها مكافحته والقضاء عليه. يعني ما بقيناش نستناو، احنا الحملة متاعنا توا عندها حوالي معناها جمعتين 15 يوم، يعني بدينا من الأول في الحماية، الحماية تتمثل كنا يعني طرحنا المبادرة متاعنا لتعقيم المراكز والمرافق الأمنية يعني بكامل ربوع الجمهورية التونسية. أيوة. احنا المبادرة متاعنا على عدة أطراف، مشكورة جم مؤسسة حمزة الإعلامية اللي فيها جلد 24 ومؤسسة قبل الأولى، يعني كانت معناها تبنيت الحركة والحركة ومولتها، وبدأت بتعقيم معناها عشرات يعني المرافق الأمنية اللي هي تتمثل في إقليم الأمن الوطني بتونس، وإقليم الأمن الوطني ببنغروس، وإدارة شرطة ومنطقة الحرس الوطني بتونس، ومنطقة الأمن الوطني بباردو، ومنطقة الأمن الوطني بمقرين، كذلك منطقة الأمن الوطني ببنغروس، ومنطقة الأمن الوطني بجبل جلود، ومنطقة الأمن الوطني بسيجومي. هذه بالنسبة للتعقيم. للتعقيم. أيوة. شنو العمل في ظروف طيبة ما فيهاش مخاطر؟ هو في الأساس قلنا تعرف إن المرافق الأمنية يعني هي أكثر بلاصة تصير فيها كونتاكت بالمواطنين. أيوة. قلت لك إحنا بالأساس إحنا جمعية أمنية.
دونك مشينا في اطار يعني حمايه زملائنا وحمايه المواطنين اللي يرتادوا المرافق الامنيه هذه. تعرفي لا قدر الله يعني لو مواطن معناها جاب الفيروس هذاك ينجم ينتشر في المؤسسه الامنيه اللي هي معناها المكافحه رقم واحد شراكه مع اخواننا الجنود معناها الطبليه البيضاء يعني الطب الطبي وشبه. دونك مشينا في اطار التعقيب. نعم وخاصة انه يعني الامن في علاقة مباشرة مع المواطنين، يعني لا قدر الله معناتها امني مصاب ينجم يعدي قداش من مواطن. وهو كذلك يعني اللي هو مش ذنبه انه ما كانش عنده حماية يعني كافية. يعني بتعقيب عشرات يعني حوالي 30 مركز امن، يعني حوالي معناها 15 منطقة، أكثر من أربع إدارات مركزية. كذلك يعني السيارات الموضوعة على ذمة مجلس النواب اللي تأمن فيه، السيارات الأمنية اللي تأمن في رئاسة الحكومة، يعني البلايص الحساسة اللي يرتدها برشا مواطنين ويصير فيها برشا كونتاكت. أيواش. دونك مرينا بعد المرحلة الثانية نتاعنا اللي هي توفير معناها لمج وأكل للأمنيين والعسكريين وأعوان الديوانة والحماية المدنية والسجون والأسلحة اللي هما في الصف الأولاني، وكذلك أعوان الصحة. يعني ذوما ناس يعني قاعدة تخدم في الوطن، تعرف اللي كوفرو فيه يبدأ حوالي 6 متاع العشية، الليل يطول والنهار يقصر يعني وفي الليل كل شيء مسكر، دونك خممنا فيها لازمنا نوفروا لهم يعني لازمنا نوفروا لهم. دونك كيف كيف يعني تعرف خدمنا شبكة العلاقات نتاعنا وطرحنا مبادرة نتاعنا عديد الأطراف. مشكور خونا علي كحلة اللي هو معناها عنده حوالي 10 سنوات يقوم بمأدبة الإفطار يعني بجهة الكباري. تعرف احنا حبينا نسوقوا للمناطق الشعبية هذه ايش مناخ تخرج وتولد كان الاجرام، لا المناطق الشعبيه بالجمهوريه التونسيه تخرج في اطار في الدوله في نخب سياسيه ويعني اداريه فيها برشا تكافل وبرشا رحمه موجوده في كذلك. المناطق بتاعنا الشعبيه التونسيه بالرغم يعني للناس اقترحت علينا علي كحله كان سباق قال انا وكيما نعمل في مادبه الغذاء هذه في رمضان انا نتكفل بالناس هذم. البادره نتاعنا تو عندها ثلاثه الى هي معناها المرحله من الحمله نتاعنا في اطار توفير وجبات الاكل للامنيين اللي يخدموا العسكريين والاطار الطبي وشبه الطبي. وكذلك يعني فما برشا ضعاف حال، الناس هذوما ما نخوش باش ياكلوا، تعمل فما تعرف فما كوفرو فو، فما حجر صحي عام يعني لمده نعم. 24 على 24 ساعه، فما ناس ما ينجمش يخرج من داره وعندهم وضعيات خاصه. كذلك فما افارقه موجودين بالجمهوريه التونسيه بقاو لهنا ما يخمم فيهم حد، ما عندهم حتى حد، هما ضيوفنا يعني بالحق نقولها ونزيد احنا مؤمنين بالاساس بقطع النظر معناها على الطريق اللي صاير عندنا جانب الرحمه احنا عندنا جانب الرحمه. دونك هذوما ضيوف عندنا وخيانا خممنا فيهم ما دام فماش شكون غيرنا خمم فيهم. به انا باش نستسمحك شويه عليه على الهاتف فضل. خلينا ناخذوه ورحبوا به، ما احنا تمنينا يكون حاضر بحذنا لكن نتاسفوا ان ما نجموش يكونوا دو زانفيتي، هذا احنا زيد ماخذين الاجراءات نتاعنا في الوقايه. الو عسلام علي. اختي العزيزه مرحبا بك اختي زي. صباح الخير علي، شو احوالك؟ ربي يفضلك يرحم والديك، عايش اختي الباهي، عايش ربي يفضلك. تحيه كبيره ليك يا علي على المبادره هذه، تحيه ليك انك بالحق صاحب قلب رحيم وتعاون برشا من مقادر كما كان يحيى وسيم الى اليوم هذية. انت كنت واقف يظهرني مع بلادك. والله يا اختي العزيزه بارك الله فيك ونشكركم معناها ديجا على القناه الاولى معناها ديجا اللي استقبلتني وربي يفضلك. يعيشك. وديجا نشكر خويا وسيم ديجا اللي مع ذاك زيد ربي يفضلك انت وياه. يعيشك. الحمد لله والله يا اختي العزيزه نحن تونس هنا كان شويه من وشويه منك انت وشويه مني انا وشويه من الحكومه وشويه من معناها من سيد الوالي، من كل واحد مثلا يبدا مثلا من منطقته من بقعد ربي نحط في اليد مع بعضنا تربي تمشي في خير باذن الله، تونس تمشي في خير، يحطوا اليد 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 الناس الكل مع بعضهم. خاطر انا وقتها النهار اللي تفهمت انا وخويا وسيم معناها كل صورت اللي معناها كلمناهم ولا كلمتهم انا سيد الوالي سيد المعتمد معناها ديجا رئيس المنطقه مشكور معناها بالمنطقه جبال جلود الكل معناها ديجا اللهم صل على النبي. زيد البارح مشينا لمنطقه المروج كلمنا رئيس المنطقه زيد تاع معناها تاع المروج بارك الله فيه معناها ديجا اي بشر صدقيني اختي العزيزه اي بشر نطلبوه في الامن ولا في الديوانه ولا في اي حاجه الكل اللهم صل على النبي معناها زاد عندنا خونا ديجا معناها بار وسيم تو وسيم تو في ما شاء الله في معناها في الامن عندنا زيد معناها خونا زيد من حومه زيد من الكباريه كل اولاد الكباريه معناها كل معناها بوليفا معناها ديجا معروف في الديوانه زيد كيف كيف دار البارح على المطار دار على صدقيني اقسم لك بالله البارح مسكين حتى معناها ديجا سهيل بوليفا البارح حتى مشى الرادس مشى للمطار مشى للعقرويه مشى دار بتاع الديوانه الكل البارح حتى للعشره بتاع الليل وهو يدور يفرق معناها ديجا في الناس
هو خويا وسيم زيد البارح كيف كيف ما شاء الله اللهم صل على النبي. علي بالله نحب نسالك العريق. يعني علي نحب نسالك يعني احساسك كمواطن تونسي انك تروح قدم في حاجه، خلينا نشوفوا الجانب الاخر، راهم تعبوا مش كان اشخاص فيها برشا تعب وفيها تضحيه وفيها مخاطره، لكن شنو الحاجه اللي تحس روحك متميز بها اليوم على اي تونسي اخر مش قاعد يقدم في العون لبلاده حتى انه يمشي الدار ويقعد في الدار؟ انا قلت لك مرتاح اختي الباهي، انت كي تشوفي معناها ديجا المطعم الوحيد اللي معناها يتصور معناها في العالم معناها محلول، كلموني اصحابي كل العالم. كلموني من كل العالم، خلوني تمنيت راهو في فرنسا في المانيا في امريكا عندنا واحد كيفكم انتم هكايا، والامن نتاعكم معناها اللي يخلوكم معناها هكا تفرقوا للناس والناس الزواوله واللي يخدموا في البلديات واللي في الواحد، معناها علاش قلت لك زيد الشكر للحكومه اللي خلتنا معناها باش نعملوا باش نهزوا في الليل ونفرقوا على البلديات ونفرقوا معناها على الناس اللي تعس في الليل وعلى حتى اللي معناها اللي في الدابز اللي العزيز اللي ما يخرجوش مساكن نزورهم لديارهم ونزورهم قضيات. انا هذه زيد شكرا للدوله شكرا للناس الكل اللي قاعده تسهل في الطريق. نعم ثبتني معناها اختي العزيزه انت اي واحد نازل التليفون من اصحابي ولا من واحد وقول له راني حاجتي كذا كذا ما عمره ما قال لي حتى حد. زيد هنا الكوشه معناها الدبوات مع العطار صدقيني بالحق ما عندها تجي حتى في زيت الزيتونه وخلطوا بها معناها شكرا للتوانسه كل زيد بار ومعناها حتى الشعب التونسي بارك الله فيه اختي العزيزه راه نعم علي شكرا وتحيه ليك وتحيه لكل اهالي التباريه وكل المناطق نتاعنا الشعبيه نشكركم ونشكر فقط نعملوا عليكم بارك الله فيكم علينا نعملوا عليكم انكم توعيوا بعضكم بانه الناس كل لازمها تشد ديارها وتقعد في الدار. اختي العزيزه يسامحيني كي يجي القضيه ويجيبوا لنا اللحم ويجيبوا لنا الواحد رانا نجموا نوفروا حتى 1000 و1500 ماكله كل يوم، يعني لو نحن انا نعملوا في 600 كل يوم نوصلوا حتى ل 1000 و1500 كل يوم ان شاء الله. اكثر من هكا. نعم هذا نداء اكيد للتبرع للريستورون باش ينجم يطيب للناس اللي في الصف الاول وقاعدين يقاوموا في الجائحه هذه. علي شكرا ليك وتحيه كبيره ليك وتحيه لكل قلب تونسي رحيم قاعد يعاون في تونس اليوم. اذا نرجع لك وسيم باش ما نهضموش حق العباد. ايوه نعرف ديما الجمعيات فما شكون ينظروا يقول لك الجمعيه ماهيش كما هياكل الاخرى، دونك تلقى البيروقراطية نتاع معناها في اطار التسهيلات. ايوه الحق الشكر جزيل مش من باب مرور للسيد اقليم الامن تونس اللي يدوب يعني ما عرضنا عليه مبادره، هو السيد المدير وعدنا بادره تتمثل معناها قال كل المسانده وندعمكم ماليا واداريا كذلك. يعني كان حضر معنا في النهار الاولاني السيد كاتب عام ولايه تونس نيابه أيوة. عن السيد الوالي وقال انا ندعمكم، كذلك السيده رئيسه الدائره البلديه بالكباري ندعمكم ماليا وادبيا وكل شيء، كذلك السيد معتمد الكباري وكافه العمد. يعني لقينا تكاتف من كافه الصبح تصور ان نحكيك لحمي قشعر معناها كنا نقولوا بالك يعني نلقوا عراقيل بالك زاد الناس تخاف تقول لك لا القانون والحجر الصحي العام نعم. ولكن البادره الانسانيه نتاعنا يمكن كانت الاولى من نوعها يعني في القطر التونسي القات استحسان الجميع بالحق كافه رؤساء الوحدات الامنيه السيد رئيس منطقه الامن بجبل جلود ومقرين وبناروس وبرضه باش ما ننسى عاد والسيجومي ويعني سيدي حسين الكل يعني يكفي نكلموا معناها جناح يقول لك مرحبا يعني بكم موفريكم ظروف وما يعني خاصة يعني أبار الأمنيين احنا قاعدين نقدموا يعني في الوجبات هذه للناس المحتاجة يعني فما ناس ما لقاش ما تاكل يعني صحيح. بالحق أنا يعني فما عائلة يعني مشيت نلقاهم يعني امرأة بالحق هذه معناها مسكينة عندها زوز ولادها عندها زوز ولادها معاقين قالت لي ثلاثة أيام على شطر خبزة مولا الدار يحب يخرجها مسكينة ما عندهاش ما تاكل دونك احنا الناس هذوما ما مثلا ما حشناش بفلوس بالحق نداء وكما يعني كان احنا ما حشناش بفلوس اي ما تعطوناش فلوس كانوا مثلا تبرعونا ولت البارح يعني بقره يعني ما دفعناش فيها حتى مليم يعني جاز الزار تبرعنا بقره الناس تجيب لك الخضر الناس تجيب لك الماء نداء احنا ما حشناش بفلوس تبرعات فقط معناتها جيبونا كما كان يحكي عليه زاد هو برشا عليه مسكين عنده 12 سنه 12 سنه زاد يخلص فيها هما بيه الناس هذوم دونك تبرعوا له بالخضره باللحم وكما قال انا مستعد نعمل 1000 و1500 و2000 اكله للناس اللي تخدم الكل. فقط معناتها يتوفر التبرع متوانسه لبرشا اليوم يحبوا يتبرعوا ويحبوا يعطيوا. شكرا لك وسيم يعطيك الصحه وان شاء الله مجهود موفق وان شاء الله في مجهوداتكم قد ما تتقدم تكونوا حاضرين معنا لهنا في البلاتو يعطيك الصحه. انت زاد على المسانده نداء بارك الله فيك اللي يعني من نهار الاولى عملنا كنت اتصلتوا بيا وقلتوا ندعموكم ومعاكم خاصه على الناحيه الاعلاميه اكيد احنا نتكاتفوا مع بعضنا اذا كان الامن اذا كان الاعلام المجتمع المدني هذا دورنا اليوم. شكرا لك يعطيك الصحه. احنا باش نمشيو تويكا لتطاوين الزميل خميس وبتان غديكا ناخذوا اخر التحيينات واخر الاخبار في الولايه تفضلوا. شكرا.
شكرا لك ندى. احنا في الحقيقه موجودين، مازال موجودين في جزيره جربه في متابعه في الحقيقه لمستجدات مقاومه تفشي فيروس كورونا في جزيره جربه، اللي في الحقيقه الجهات الرسميه المناطقه خاصه الوطنيه كذلك المجتمع المدني وغيرها ظافرت كل الجهود من اجل من انتشار هذا الفيروس في جزيرة جربة. برشا مبادرات تطوعية، برشا تدخلات، وخاصة الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، نحكيه على التموين، نحكيه على مقاومة الاحتكار، نحكيه على مساعدة الفئات الضعيفة، نحكيه على تنظيم كل التدخلات على المستوى الخدمات الإدارية وغيرها كما نشوفه في السوق ورانا في مدينة السوق بصور زمان أخونا محدين بغازي. سي محمد الفناني رئيس الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. سي محمد اليوم نحكيه المنظمة ماهيش منظمة مختصة بأبنائها ومنذ اليوم دخلتوا في المعمعة وتقوموا بمجهود كبير من برشا محاور برشا أوجه. شكرا لك والتلفزة التونسية. سي خميس، احنا كما هو معلوم يعني مع انتشار فيروس كورونا وأساسا مع إعلان جربة باعتبارها بؤرة للفيروس، أكيد كاتحاد صناعة والتجارة وكل المنظمات والجمعيات والسلطات المحلية والجهوية جندت الكلها، لأنه نسينا كل شيء واللي خدموا على أساس نقاوموا الفيروس هذا وننجحوه. وأهم حاجة باش ننجحوه هو تطبيق الحظر الصحي الشامل. وإحنا كمنظمة الأعراف يعني بجهود السلطات المعنية اللي كنا ذكرناها الكل، حاولنا قبل كل شيء نطمنوا المواطن ونبثوا له رسالة تمنة اللي راهو المواد الغذائية والأساسية والخضر والغلال هذه من مشمولاتنا، أنت تبقى في دارك وإحنا بحول الله تعالى توصلك لحد الدار متاعك، كل حسب إمكانياته المالية طبعا. وقع تنسيق مع السيد معتمد حمة السوق مشكور والسلطات الجهوية والإدارة الجهوية كذلك للإدارة الجهوية للتجارة. ثم الحقيقة المنظورين تاعنا كل غرقوا السوق للأمانة بكل المنتوجات، يبقى منا بعض الكميات القليلة فيما يتعلق بالسميد والفارينة كما تونس الكل بحول الله تزداد. هذا وقت فما مشكل، فما نستغل الفرصة هذه، احنا عملنا تطبيقة في الاتحاد الصناعة والتجارة وجعلناها على ذمة البلديات الثلاث والاتحادات الصناعة والتجارة في جربة وكل الجمعيات اللي تخدم في الشأن الخيري، سميناها شارك، بمعنى شارك باش تبلغ على الانسان اللي يحتكر السلع والا يزيد في اسعارها، شارك باش كذلك في التبليغ على انسان محتاج، لانه في جربه اكتشفنا اللي الناس ما تجيش تقول لك انا محتاج، وانما يلزم يكون يعبر يعاوننا عليهم. واحنا كذلك عندنا مجموعه اخرى شاركت باش تكون من فريق المتبرعين وفي الاتحاد الصناعي والتجاره نحاولوا باش نوصلوا المواد الأساسية عن طريق العطار نتاع الجزيرة، لأنه جربة معروفة بالعطارة نتاعها، وهيك كل مواطن يقعد في داره ونطبقوا الحجر الصحي الشامل وننجحوه مع بعضنا الناس الكل، ناس تتبرع وناس للمحتاجين وناس تشري الوقت. وهنا نشكر كل الجمعيات وكل المنظمات وكل الفاعلين اللي عملوا، ونشكر أخونا رضا على التطبيقة اللي اعطاها لنا، لأن هي تطبيقة مجانية على ذمة جزيرة جربة ككل. سي محمد، مسألة مهمة برشا حكيت عليها هي تطبيق الحجر الصحي الشامل اللي الناس تبقى في الديار نتاعها، ونعرفوا العلاقة الكبيرة ما بين الجرابة والعطار، والعطار هو ولد الحومة، هذاك علاش أنتم حتى تتعاونوا معاه هو مشكل المساحات الكبيرة؟ أكيد احنا نتعاملوا مع العطار، داير السياسة اللي اعتمدناها، احنا نتعاملوا مع العطار والمواطن يقعد في داره في حومته في داره في عود باش تنتقل للناس الكل للمساحات الكبرى، يمشي واحد من العائلة للعطار يتبضع متاع نهارين ثلاثة والناس كل تقعد في ديارها، وهيك نجبوا نأمنوا الناس الكل من هالفيروس هذا وإن شاء الله يحمينا ويحمي بلادنا الناس الكل. في مسألة أخرى وننهيو بها سي محمد، هي الأنفة الكبيرة متاع المواطنين هنا في جزيرة جربة، ما يجوش الفضائيات الكبيرة والكذا، تحبوا توصلوا لهم وتحفظوا كرامتهم، هذه المهمة. بالضبط، شوف المواطن لهنا بصفة عامة حتى كان يظل محتاج وما عندش عشاء ليلة كما نقولوا احنا في جربة، راهو ما يجيش باش يطلب، وهاك تشوف انت في الطابور فارغ، الطابور قدامه فارغ، لان هذا دليل راهي قاعدة في دارها. هذاك علاش احنا في التطبيقة عملنا بلغ على محتاج، وقت هو يبلغ على المحتاج احنا نجمو نوصلوا له، والمتطوع نتاعنا النجم كيف كيف يوصل يمشي لل معناتها يوصلنا المعلومة. واحنا مجندين انفسنا في اتحاد الصناعه والتجاره وفي الهلال الاحمر وفي الجمعيات الكل والسلطات الموجوده من اجل ان ننجحوا وننتصروا جميعا على هذا الفيروس.
شكرا لك السيد محمد الفناني رئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بجربة عم تسوق. هذه الصور توصلكم مباشرة على القناة الوطنية الأولى من جزيرة جربة بصور زميلنا أخونا محي الدين بغازي اللي فيها تطبيق بنسبة كبيرة بصراحة للحجر الصحي. فقط بعض الناس اللي تقضي في أمورها المستعجلة بطبيعة الحال حتى توصل الخدمات نتاعها في أحسن الأحوال، وتبقى بطبيعة الحال خصوصية جزيرة جربة هي خصوصية متعددة، وإن شاء الله جزيرة جربة ترجع لو ترجع لتونس وبلادنا الكل الفرحة والحركية اللي نعرفوها الكل. شكرا لك خميس ببطان، كان معنا من جربة مش من تطاوين، وحظ جربة وافر معنا اليوم لأن بالحق فما كما تعرفوا نسبة كبيرة للعدوى غاديك إن شاء الله يوصلوا يحدوا منها بالإجراءات ما يخلينها، وإحنا ديما نحاول نجيب لكم آخر التحيينات الموجودة مع مراسلينا في مختلف الولايات. كالعادة نستقبلوا مع بعضنا سي حسين البكوش مهندس خبير عن عمادة المهندسين. أهلا وسهلا ومرحبا بك. صباح النور ندى، صباح النور جميع المشاهدين والمشاهدات. أيوة المبادرات إيجابية والحمد لله. بالضبط، أنا نحب نشكر حتى التلفزة الوطنية لأنه بدينا عملنا سبور لي ماسك، عندنا تقريب شهرين. أيوة. قدمنا برشا فقرات على الماسك وكيفاش نستعملوها وكيفاش صارت عديد المبادرات في المجتمع المدني ما بين ارتيزون حين وسامسات دول لا حتى وزنا البارحة تفعلت ومشي صنع عدد كبير من الكمامات الواقية. نعم. الحاجز اللي هما من التكستيل، وحتى صارت باش تصير لجان باش تبع الجب تاع الصنع هذايا. هوني من نجم كان حي معهد الصحة والسلامة المهنية اللي ننتمي له، عمادة المهندسين اللي هي الدعم في المجتمع المدني، والتلفزة التونسية اللي كانت سباقة بالفعل في هالثقافة هذه اللي إن شاء الله حتى بعد كورونا تبقى ثقافة وديما نخدموا عليها. نعم، هم يقولوا كل شيء باش يتبدل بعد كورونا، أكيد إنه دخلت لنا ثقافة جديدة وإن اكتشفنا يعني إنه عندنا كفاءات كبيرة في تونس، نجموا نصنع ونجموا نصنع وحدنا. تونجيو هذه إن شاء الله من بعد كورونا إن شاء الله نكونوا في خير، فقط إنه المواطن التونسي يشد داره ويقعد في داره ويستحفظ على روحه ويستحفظ على جاره ويستحفظ على صغيرات وعائلته. اليوم باش نحكي في موضوع مهم، باش نحكيه على السلامة الفنية والصحية لمستعملي سيارة الإسعاف. هكا ولا؟ هي أنا نحب نحط الخدمة هذه في إطارها. إي تفضل. جاتنا عديد طلبات في إطار المجتمع المدني حتى من خواص عندهم سيارات إسعاف وغيره. بالمناسبة هذه نحيي سامي، لأنه سامي عندها مواردها وعندها فنييها وقاعدة تخدم بالطرق المثلى. احنا شو حبينا؟ حبينا بالمجتمع المدني والمواصفات العلمية باش القطاع الخاص حتى الشركات الخاصة متاع الترانسبور متاع المرضى، وانا نقول لك تو تشوفوا السادة المشاهدين حتى انسان باش يهز قريبه مريض وهو مش فيه مريض حتى كيفاش يعقم سيارته، ينجم هالمعلومات اللي باش نشوفوهم اليوم تنفعوا حتى في حياته اليومية كيهز مريض عنده مرض معدي ولا غيره. وانا اهم حاجة نركزوا عليها كفنيين وكمهندسين انه ديما نعطيو الحاجه حسب المواصفات التونسيه والعالميه. أي. العمل هذا شاركني فيه الدكتور الخبير في الامراض الصدريه الدكتور الياس حسين. شوية تكون معنا على الهاتف ايضا. لا انا نحييه بالمناسبه لانه خدمنا عمل صحي فني. اي نبداو بالصوره الاولى لو تسمح الأولى. انت باش تاخذ الجانب الفني باش ناخذ الجانب بعد ياخذ معنا الجانب الصحي عبر بالضبط. الصور وعبر الهاتف. نعم تفضل نشوفوا الصور. الصوره الاولى انا نحب وهوني حتى الخيان في المجتمع المدني والمهندسين وغيرهم استحسنوا الفقره هذه، لان احنا ديما نحكي مواصفات في بعض الاحيان حتى يستغربوا يقولوا اخي المواصفه هذه موجوده في تونس. أي. مثلا المواصفه كيفيه تجهيز سيارات الاسعاف وطرق التعقيم هي المواصفة التونسية عدد 71-128 لسنة 2018. وأنا نحب نحيي بالمناسبة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية اللي احنا نشاركوا معه في اللجان اللي قعد حضر دي مواصفات لقيناها وقت اللي استحقناها. بربي نحب نسألك نشوفوها كأنها كود، يعني شنو المحتوى متاحة وقت اللي فكوها؟ بالضبط المحتوى متاحة اللي باش نشوفوه توا اللي باش نشوفوه توا، لكن تفكيك المواصفه اخت ندى يلزموا معرفه فنيه وتقنيه، مش اي انسان نجم يقرا ويطبقها على الواقع. صحيح، فما اهل الاختصاص هذا ما شكوش. بالضبط. الصوره المواليه
هي سيارة الإسعاف. سيارة الإسعاف شنو نلقاو فيها؟ نلقاو فيها جانب خارجي وجانب داخلي. صحيح. الخارجي هي نقولوا احنا الحاجة البرانية متاع السيارة، والداخلي شنو نلقاو؟ نلقاو تجهيزات طبية. نلقى بيه سي حسين يقولوا لي الدكتور على التليفون، انت معناتها تفهمت معاهم، يقولوا لي اللي وقت تجي الصوره هذه دونك يكون المداخله نتاعو نجمو ناخذوه بالطبيعه. اي بيه الدكتور حسين، اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا، بارك الله فيكم على الاستضافه، ونسلم على سي حسين. يعيشك دكتور. بخير دكتور. مشاهدين الكل الاذاعه الوطنيه. الله يخليك. مرحبا. يعيشك. باهي دكتور، احنا نشوف الصوره نتاع سياره الاسعاف على الشاشه، انت تشوف فيها معنا؟ مش مشكله، انا عندك المعلومات الكافيه باش تقدمها. اذا سي حسين قدم لنا الصوره وقال فما جانب خارجي وجانب داخلي في السياره. بالضبط. دكتور على السلامه. اهلا وسهلا سي حسين، مرحبا. يعيشك. انا حبيت تحكي لهم على المبادره، كتبنا الخدمه مع بعضنا. والله هي معناها انطلاقا من معناها الهجمه الوبائيه هذه، معناها انتقال العدوى جميع المساحات وعن طريق الهواء في المحيط القريب من المريض، هي اللي خلتنا نخموا انه جانب من الوقايه اللي يخص سيارات الاسعاف والعمل والمرضين اللي يخدموا سيارات الاسعاف، اللي هما نجموا نقولوا في وقت من الاوقات نجموا يكونوا هما ناقل الرسوم هذيك ما تصيرش الوقايه، وخاصه وقت وتوا اذا كان فما انتقال نتاع مرضى في الازمه هذه من منازلهم الى الوحدات الصحيه، معناها نجم نقولوا حلقه اكيد يتعدى منها اي مريض اللي كان باش يصير التنقل نتاعو. نعم. ولذلك خممنا هو ان تكون سياره الاسعاف في نجم هي نهتموا بها اهتمام خاص جدا، خاطر عنصر برشا 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 في عمليه الانقاذ، عمليه اللي تصير في الفتره هذه حكم وجود الانفكسيون هذا اللي توا. نعم. لذلك انطلقنا حسين في تبنيه تقنيه في الوقت باش نوضحوا للناس اخصائيين نتاع الميدان حتى الناس المشاهدين اللي معناها فما وقايه خاصه وتستجيب الى معطيات ونواميس معناها معينه وقوانين ودي ريفيرونس كما يقول لك سي حسين، معناها دي نورم لازم نتبعوهم، نعرفوا اللي سياره الاسعاف معناها فما السياره هي بيدها وفما العمل للسائق والمرافق ليه يكون ممرض ولا يكون طبيب سياره الاسعاف، وفما المريض اللي باش نبيده، معناها في جميع العناصر الثلاثه هذه فما امكانيه تكون لا قدر الله عدوى عن طريق الكورونا. نعم. الجانب الخارجي نتاع السياره متفقين يكون نظيف بطبيعه الحال، لانه اي انسان نجم يتعدى يمس سياره يكون معناها خارج على سياره الاسعاف ولا حتى انسان عادي، لذلك دونك التنظيف هذاك البراني ممكن سي حسين يزيد اضافات من بعد يتغسل عادي يتنظف عادي باش ما تكونش فيه عدوى، معناها بطبيعه الحال تكون معناها سياره الاسعاف حتى المنظر نتاعها تكون نظيفه معناها وكان لازم حتى نطفوها كل يوم. دكتور بربي سامحني دكتور، كي نقولوا تعقيم هل انه التعقيم يصير بعد معناتها نقل كل مريض؟ هل انه التعقيم يعني يصير مره بعد قداش وتقعد السياره محافظه على التعقيم هذايا؟ اي بطبيعه الحال هي المعلومه المهمه توزيد حسين يقول سي حسين يقول لك المهمه انه ساعه تعقيم السياره يصير في مكان مسكر في بلاصه في مكان مش معناها في اي مكان نجيو نعقموا سياره الاسعاف في البرة ولا الخارج ولا في هبوب الريح ولا حاجه في مكانها عند الخروج نتاعها تعقيمها باش يصير وهي في مكان مسكر بالوسائل التعقيم والتطهير اللازمه اللي باش نحكي لك عليها سي حسين. نحكي على سياره الاسعاف في حدود وانه معناها شنو هو امكانيه العدوى اللي تصير عن طريقها. ايوا دونك احنا كينا العامل الخارجي البراني اتفقنا فيه باش ندخلوا العوامل الاثنين معناها قبل ما تخرج سياره الاسعاف وتو نجاوبك على السؤال نتاعك في كل مره ولا لا يلزم يكون معناها اللي فيه يكون مستجيب لجميع المواصفات نتاع الحمايه نتاعو هو الحمايه نتاع الاشخاص، وتو سي حسين يقول لك طريقه اللبس نتاعو كيفاش يعمل معناها باش يتوقع من الاشياء هذه الكل، وفي نفس الوقت باش ندخلوا للمكان المهم برشا اللي هو داخل سياره الاسعاف اللي هو يصير فيه تعقيم ما يصيرش فيه تنظيف عادي تعقيم كأن عندنا مكان فيه عدوى ولا حاجه ولا مركز طبي ولا عندنا استعجالي كأنه نتفاعلوا معاه كمعناه كأنه معناها مكان فيه خطر اكبر خطر، هذاك المكان لازم يتعقم تعقيم كامل بالوسائل اللي باش يحكيها فيها سي حسين وجميع العوامل الموجوده
من البرونكار اللي موجود، من البرفيزيون، من الأدوية اللي تتحط، من الأماكن اللقجرة اللي فيها الأرضية، الكل هذاك راه باش يمسوا التعقيم، والتعقيم يكون معناها بطريقة علمية تستجيب إلى معناها لنورم معناها انترناسيونال وتونيزيان، كل هذا الكل معناها باش يصير في وسط السيارة الإسعاف. بالنسبة بطبيعة الحال للمريض بيان سور إذا كان هو معناها فيه معناها ريسك، ولا يكون هو مثلا بطبيعة الحال يشتغلوا معاه كمعناها إطار طبي يحمي روحه بطبيعة الحال بالكمامات وغيره باللبسة، وبيدو زادة باش يكون في إطار معين يتحط مثلا على البرونكار، ثم وقاية ممكن المريض ينجم يتعزل، ثم توا مع سي حسين نحو معناها صنع آلات وبيوت خاصة تحمي معناها من العدوى عن طريق المريض. أما حبيت نقول لك حاجة مهمة برشا، اللي بعد كل نقل المريض تعاود تتعقم من جديد. نعم. هذه مهمة برشا، على خاطر احنا قد ما نعقمه ديما نخليه لو ريسك زيرو ممكن يكزيستي، مي احنا اون دوا لو فير اكزيستي، دونك يلزمنا أشاك فوا كون شونج دو باسيون دو شونج دو مريض، هذا بينا تعاود تتعقم من جديد، واللبسة من جديد، والماتريال من جديد، كل مريض راهو خاص، كل مريض عنده تعقيم خاص به، والإطار الطبي والإطار معناها العامل على وسيلة الإسعاف هذه الكل يعاود يعقم من جديد ويعمل نفس وسائل الوقاية في كل مرة. نعم، واضح دكتور. دكتور شكرا ليك، تو نزيدو نشوفو التفاصيل مع الخبير نتاعنا. شكرا ليك، يعطيك الصحة على التواصل معنا عبر الهاتف. دكتور. شكرا ليك دكتور. إذا عندنا ما يقارب 20 صورة، يعني عندنا كم هائل من الصور اللي باش نوريو فيه المراحل هذه. أختنا ندى، أنا باش نحاول بطريقة بيداغوجية وبسرعة نفسر للسادة المشاهدين كيفاش تصير عملية التعقيم. أيوا هذوما طرقنا لهم في عديد الحصص. السيد اللي يلزم يقوم بعملية التعقيم يلزم عنده لباس خاص اللي هو الكمامة نوع FP2 اللي هي يستعمل لأنه هو اون كونتاكت ديريكت، ينجم يكون مع المريض. مع المريض، واضح. حماية الوجه اللي هو زير وقاعدين في تونس فرين حتى المجتمع المدني. أيوا. الكومبينيزون وليغون، ليغون يلزمنا نطبقوا النورم ايزو 16604 معناها 16604. هم ليغون طالعين الفوق بالقدام معناها. بالضبط، علاش؟ باش نحميو البراي الكل. يعني البراي الكل تكون محمية، واضح. وهوني اللباس الواقي كيفاش نختاروه؟ هي المواصفة عدد 31360 لسنة 2014. الصورة الموالية اللباس الواقي يلزمو كومبينيزون كراس في شريط لاصق باش يغطي الخياطة. فيه إلاستيك باش يشد صبوع اليد الكبير والساق. واضح. الصورة الموالية حكينا عليه بالتفصيل. حكينا عليه بالتفصيل. بالتفصيل. يلزم اللي باش يقوم بعملية نقل المرضى ولا التعقيم، يلزم على الأقل يكونوا دو بيرسون، معناها زوز عباد، ويلبسوا بعضهم وينحيوا اللبسة لبعضهم. لأنه ينجم التوني نتاعو يكون كونتاميني، كي يجي ينحي وحده يعمل كونتاميناسيون روح. واضح. والصورة الموالية. يلزمنا نعملوا اشارات على التونيل باش يلبس انها تلبست انها تلبست. علاش؟ لانه بعد في الديباراكي باش ينحيها ينجم واحد اخر يغلط ولا يلبسها. واضح. دكار. الصوره المواليه. انواع التعقيم اللي هي كما قلنا المواصف عدد 70/2018 لسنه 71/128 لسنه 2018. قبيلة ندى انت سألت الدكتور شنو ما انواع التعقيم. ايوه. المواصفه تحكي لنا على ثلاثه انواع نتاع تعقيم. التعقيم الدوري الساق كل عمليه نقل، معناه هو هز مصاب والا مصاب مشتبه به كي يكمل عمليه النقل يلزم يقوم بالتعقيم. تنقول لك كيفاش تصير بالضبط. الثاني هو التعقيم اليومي الدوري، معناه كي نهار خدمه هو يعمل كفريق وشنو هو يعمل السيارة. الثالث هو التعقيم الكلي، يكون أسبوعي أو شهري. نعم. الصورة الموالية. التعقيم الدوري السهل يلزمنا نعقمه الأجهزة والنقالة كما البلانكا اللي حكى عليهم طبيب توتالير. أيوة. تعقيم أبواب نفايات خاص وتعقيم حجرة القيادة مثل المقود ومحول السرعة. الصورة الموالية تفسر أكثر لو تسمحوا. هذوما هما ليتاب نتاعها. نبداو من لي بلان، ناخذوا البرودوي تاع التعقيم ونركزوا على المسح كان النظف للمكان الوسخ. واضح. حتى في ديارنا راهي هي قاعده علميه، يلزمك تنظف ديما من المكان النظيف للمكان الوسخ.
العدوى المكان النظيف وبعد التخلص في النفايات كيس مغلق خاص بالنفايات الخطيره واللونجفر اللي هو تابع البيئه وموجودين في السبيطارات. الصوره المواليه تعقيم اليومي الدوري معناه كيكمل خدمته يجب تبديل الأغطية القماشية وتفادي استعمال الأغطية الورقية ووضعها في كيس خاص اللي يغطيوا بهم النقلات وغيرهم. التخلص من النفايات في كيس خاص، تعقيم حجرة القيادة. وشنو اللي تزاد بارابور على التعقيم العادي؟ هي تعقيم الأسطح، معناها لي سيرفاس اللي مدين الأسعاف ولا حتى العادية يلزمنا نعقمهم. تو نشوفوا بعد نقولوا تعقيم المواد المستعمله للتعقيم، هل لها نفسها؟ احنا في الدار نقولوا ماو جافيل. باهي ندى، احنا حكينا عليهم في حلقه بسيط تعقيم، فما زوات تقريبا موجودين في تونس ينجموا يعملوا عمليه تعقيم. ما جافيل نحطوا فيه 10%، معناها مثلا كي نستعمل 9 إترات ماء بارد نزيد إترا جافيل، والا الحامض الباراسيتي لاسيد باراسيتي، ونتصور اللي هي تبع الدوله وفوا، وانا نحييها مدام بوثينه السيد المديره العامه قالت لي نورمالمون سيت سومان يكون موجود عندهم الحامض الباراسيتي اكثر المنصوح به باش نعملوا به عمليه تعقيم السيارات. الصوره المواليه هذه لي زيتاب، شنو اللي تزاد؟ ان باش ننظفوا الاسطح والاماكن، هو رسم بياني حبيت نفسر به للسيد حتى المشاهد البسيط اللي في بعض الاحيان ما تكون رزينه فنيا. الصوره المواليه التعقيم الدوري، شنو لازمنا نستعملوا فيه؟ النورم لنا السو بلو والسو روج، معناها السطل التعقيم ازرق والسطل للتعقيم احمر، وتعملوها حتى في دياركم حتى في كار عاديه نداء. علاش؟ لان كي باش نحط الحاجه اللي باش ننظف بها نمسح بها الاسطح، كي نحطها في السطل المعقم وبعد نرجعها ما عملنا شيء، ما ياكلوا ولا ملوث. بالضبط، النور مش تقول لك يلزمك تحط السطل الاحمر. وعلاش اختاروا الاحمر والازرق؟ مع حتى الكولور نتاعهم جذاب، معناها باش انت حتى انت عامل بسيط تنتبه. ايوه، معناها يلزم يكون ديما متوفر عنده، يحط المعقم في السطل الاحمر والسطل الازرق ينظف فيه أداة التعقيم قبل ما يرجعها مرة أخرى في المعقم. الصورة الموالية، التعقيم الدوري يسير من الوسخ إلى النظيف، عدم الرجوع إلى مكان وقع تعقيمه. بارفوا تقول خلينا نزيد نرجع نعقمها من جديد. احنا مشي بقعة نظيفة البقعة عملها ما عملنا شيء، رجعنا من جديد ربما نقولوا الجرثومه ورجع يسير من العقبه الى الخلف، معناها نبداو من الداخل واحنا راجعين. ايواش داكور، ونزيدوا نستعملوا التطهير بالماء اثر التعقيم. معناها انا استعملت المطهره عملت بها التعقيم، نزيد نمسح بالماء. باش نوريكم حتى عندي صور، سامحوني صوره كبيره، احنا متعدين شفت الاغلب الغبار يلزمنا نحيو. وشفت الاليرا وريت انا نحي حتى ديما تلقى عندهم ديزاسبيراتور، لانه ريت الغبار والاماكن اللي موجوده في السياره ينجموا يتشد يكون فيها يشد الفيروس. التعقيم الكلي، تقريب فيه جميع مراحل التعقيم الدوري والتعقيم اليومي، لكن شنو تزاد؟ اللي تزاد هو بالاحمر هو تعقيم الاسطح وتعقيم الشاحنه من الخارج. وانا ننصحهم في كورونا في البريود هذه كما قال الدكتور نعقموا الشاحنه من الخارج يوميا اثر نهايه العمل، وفي مكان يكون ايري شويه بعيد على المواطنين، ما يجيش في شارع ويبدا يضرب فيها بالماء والمواطن يهزها في ساقه ولا في صباته. يحاول في بقعه تكون ماهيش بقعه يتعدوا منها العباد، ويصير عمليه تنظيف عالميا. الصوره المواليه الرسم البني، شنو زاد؟ انه يلزمه يخرج الماتريال اللي عنده الكل، ينظف الاسطح وينظف السياره من الداخل ومن الخارج. حتى انت عندك سيارتك تحب تعقمها كيف كيف باش تخرج كل شيء
هزيت فيها وانت ماكش فايق، ولا طلع معك انسان مريض وانت ماكش فايق، تنحي، احنا نسميوها لافاج كومبلي، معناها باش تنحي الكراسي، تنحي كل شيء، تنظفهم هما البرا، وبعد تنظف وتطبق نفس المواصفات اللي حكينا عليها تويكا بالصور المواليه. ايوه باهي. هوني فاش قاعد يعمل السيد عمليه التعقيم؟ لا هذا مش تعقيم، هذا يمسح بعد ما عمل عمليه التعقيم. ذاك علاش خذينا الصوره، هو مش لابس الوسائل، وعلاش ننظف تعقمت مع مخاوف لكن نعاودو نمسحو بالماء. علاش ينظف بالماء؟ المعقمات في بعض الاحيان هي مواد خطره في حد ذاتها. ايوه. وتنجم تضر اللي بعد باش يجي يستعمل ماذا بينا ينظفها شويه بالماء بطريقه سلسه باش تكون هكا ناكدوا ان نعملوا حتى ضرر للعامل والا المريض. هذا نعملوا فيه حتى في ديارنا، ناس تسايق بجافيل ساك اليوم نشوفوا معظم المواطنين قاعدين يكحوا وعندهم تخوف. اما اختنا انا نعاود لهم المعلومه، وانا مشكوره التلفزه خدمنا سبوت في اطار معهد الصحه والسلامه المهنيه على كيفيه التعقيم. جافيل 10 جافيل و 90 ماء بارد وما نحطوا عليه حتى مطهر اخر، لكن مثلا الخل ولا الماء واللي غاص اللي نجم يضرك يضر لك صغيرتك. راهو بماء وجافيل ب 10% من اللي قاعد يتباع توا، وانا ننصحكم تبعدوا شويه في الحاليه على الجافيل المخلط اللي تصنع بطرق غير علميه. ناخذوا لومبالي، ناخذوا لومبالي اللي فيه التيك واللي هو مطابق للمواصفات ومصدق عليه من الهياكل المعنيه. واضح. المواليه. ايوه. التعقيم الخارجي اللي هذا اللي قلنا يصير مرة في الجمعة، وأنا ننصحكم حتى في فترة كورونا كل يوم بمادة معقمة يلزمنا ندوروا على السيارة نعملوا لها يلبس لباس خاص باش يتحمى ونعقموها من برا، باش حتى المواطن البسيط كي يحط يده وهو متعدي حتى الطفل الصغير ما نعديش العدوى من سيارة الإنسان عادي. الصورة الموالية. أنا حبيت أن نعمل أوماج لبرشا مهندسين قاعدين يخدموا حاجات باش يكونوا لي زومبيلونسي. معمل في القناة انا حبيت ان نحييه، عمل البروتوتيب نتاع كيما الكيسي كيسون. ايوه. المريض وقت اللي باش يطلعوا في سيارة الاسعاف كان تشوف حتى لي غون موجودين انتجري، معناه يولي السيد يحط يده ويعمل مانيبيلون من غير العدوى المباشره والعدوى الغير مباشره. والنقص حتى التعقيم. الصوره المواليه لو تسمحوا. هي هو قولوا لي اخر صوره عندهم موجوده. مش مشكله، هي انا باش نحكي عليها، هي مبادره من 6 مهندسين تابعين لعماده المهندسين. ايوه. وانا قاعد نعاون فيهم باش نصنعوا حبه هذه، لكن شنو باش نزيدوا عليها؟ باش نزيدوا عليها حاجه دخل باش يستحق للريانيماسيون ولا غيرها. وانا نحب كل جندي امني، كل طبيب مهندس، كل فني. فتره كورونا هذه ظهرت طاقات كبيره في الشباب التونسي. ندى وانت تتبع فيها صحيح، حتى عباد بطاله وفنيين قاعدين يخرجوا، وانا نقول في الجرينتا الفنيه اللي عندهم يخرجوا في حاجات اكسترا اوردينير. انا نحب نقول دولتنا العزيزه هذه ان شاء الله بعد كورونا ماهيش مستحقه باش دامبورت. عندنا الطاقات، انا نحب كل لطف لبعض، انا نقول ما بين قوسين ما نحبش نقولها المستكرشين، راهو تنجم تخدم، تنجم تورد، تنجم تبيع، لكن دولتك وكي تجيك في فتره حرجه يلزمنا ديما نخمو في امن قومي فني. اش معناها؟ ما نخموش على ذواتنا. بالضبط. اش معناها اخت نداء الامن القومي الفني؟ لان احنا نسميوها البروسيدور دو ميتريز دو سيتياسيون ديرجونس، معناها منظومه التحكم في حالات الطوارئ، راهي فيها جانب فني يلزمك تكون فيها اوتونوم، معناها ما تسحقش لغيرك. ما كانش، وانا نقول لك نجاح التجربه التونسيه وان شاء الله باش ننجحوا، راهو كنا متجندين كان باش يصير نجاح، انه عندنا جانب الفني وعندنا تعليم صحيح بالمساوئ اللي فيه، عندنا طاقات فنيه انا نحب نحييها، نحب نقدم لها تحيه طبيه، تحيه هندسيه، تحيه امنيه، وتحيه لكل جنود والمليون ونص عامل اللي قاعدين نتفاعلوا مع بعضنا
بهدف وحيد هو حماية تونس. وراو يعرفوني برشا عباد راني أنا ساعات نحكي بالمنطلق هذا، راو ما عنديش منطلق لغة خشبية، لا أنا نحب ندعم، أنا مانيش كبير في العمر. النتائج ظاهرة يعني موجودة على الميدان، ما عندناش حاجة خشبية احنا، ربي يسر الحمد لله. قاعدة يعني عدد الكمامات وعدد الملابس اللي قاعدة تصنع منذ احنا أطلقنا يعني هالمبادرة هذه، شوف قديش الحمد لله. أنا نحب نقوله راك أنت تنجم تعمل كل شيء، راك أنت عندك الكاباسيتي باش تعمل حتى بالسيستم دي. بعد ما بعد كورونا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنا نقول تولي عندنا منظومات الجيستيون نتاع الطوارئ، وتكون فيها العامل الفني ديما موجود. وانا نحب نقول لكم يعطيكم الصحة، وان شاء الله نكونوا على ذمتكم باش نقدموا المعلومة الصحيحة. وانا نحب نقطع فما مبادرات باهية، لكن انا نحب نقول لهم ردوا بالكم، راه تنجم تكون عندك مبادرة باهية تجي باش تنفع الضر. نعم، يلزمك تطبق، تلتزم بالمواصفات، تلتزم بالمواصفات، واحنا على ذمتك ونعاونوك ويعطيكم الصحة. سي حسين بربي نحب نسأل على التبرعات، معناتها نعرف المبادرات فما ناس ملتزمة يعني بالمواصفات أنت سيادتك تقدم فيها وتعطيهم المعلومة الصحيحة التونسية والعالمية، هل أنه فما تبرعات، فما ازدياد معناتها في كمية التبرعات للناس هذوما اللي يحبوا يخدموا؟ أنا نقول من غير مبالغة، ظرف أربع أيام اللي أطلقنا مبادرة صنع مليون كمامة. أيوة، أنا نحب نحيي وزارة الصناعة لأنها مشات في مليون تقريبا، تحيه كبيره لهم. لكن المجتمع المدني انا ناكد لك، انا قاعد نحط في كونتاكت مع جمعيات قاعدين، ما نحبش نقول عليهم، يعطيو في برشا فلوس. انا اليوم الصباح اتصل بي واحد من كندا عنده تقريب زوز تران قماش يصنعوا به الكمامات، قال لي سي حسين انا هذايا راني شريته ونحب نوصل تونس. انا نحب نتوجه للتوانسه الموجودين في الخارج، في المانيا فرنسا، متعاون السيد هذايا باش يوصل البرودوي هذايا لتونس، راهو احنا في حاجه ليه. وان شاء الله ربي الاجراءات يعني هذا مطلوب اليوم، خاطر برشا ناس يحبوا يتبرعوا من برا، لكن الاجراءات الديوانيه هي اللي معطله الدنيا. بالضبط، انا ما نقولش الاجراءات الديوانيه، هو الوضع العام اللي اخينا في الديوانه قايمين بواجبهم اختنا داء، لكن الوضع العام نتاع العالمي هيك شفت انهم مانعين الاستيراد والتصدير والتخوف من انه الفيروس ينتقل حتى عبر المواد المصدره. بالضبط، لكن انا نعرف عندنا جمعيات وانا ممبر حتى في جمعيه، انا نحييهم مرسى التونسيين بالخارج اللي نجموا هما يقوموا بالعمليه هذه، وان شاء الله ما فما كان الخير، وان شاء الله نخرجوا منها بسلام. باهي، انه كل ضيف اليوم يعطي بطريقته دارك بطريقته بشنو يحب يعبر كتونسي للتونسي باش اليوم يقعد في داره ويحمي روحه ويحمي غيره. انا باش نقولها بكلمه علميه اختنا دا، احنا ما نرقدوش الليل كمهندسين وكاتب وقاعدين رانا نجاهدوا، ماهيش مزيه على خاطركم وقاعدين نحاربوا باش نجيبوا المعلومه ونحاربوا باش نجيبوا المواد ونحاربوا باش نجيبوا الاعانات، هذا الكل فما عباد معناها قاعده على خاطركم، راهو احنا نمرضوا كان اللي نعملوا فيه هذايا يتيح في الماء. صحيح، عايشكم فما رجال قاعده تخدم عليكم وتحارب عليكم، احترموهم علميا وطبيا وشدوا دياركم. شكرا لك سي حسين، يعطيك الصحه وبارك الله فيك، واكيد ديما مواضيعنا مطروحه عن مرجعي موضوع اخر نجموا يفيدوا به الساده المشاهدين والناس اللي تحب تصنع وتعاون تونس اليوم. شكرا لك، انا نقول لكم شدوا دياركم من موقعي، كل اعلامي يلزم الشعب التونسي دارك باش تحمي الامني باش تحمي اعوان الصحه، ياسر عليهم، راهو اذا وصلنا لا قدر الله لاعداد معينه راهو التونسي نجم يكون ملقى في الشارع مريض اليوم، وما نجموش نعملوا له حد شيء ولا الدوله تنجم تعمل لنا حد شيء، ما طالبوش الدوله باكثر من طاقتها، راهو حدا ما تنجمش يعني توفر لكم كل شيء، خاصه انك تقعد في دارك وتحمي روحك، هذه مسؤوليتك انت، اذا كان انت كتونسي ما حميتش روحك وما بعدتش على الوباء هذايا وما تقيش هذا الوباء هل انه باش تقعدك هي عامله الامن، هي تحاول انها تقول لكم شدوا دياركم بطريقه او باخرى، شدوا دياركم يهديكم، نتلاقاو ان شاء الله ديما في خير وصحه وامن وسلامه يا رب ان شاء الله، نتلاقاو ان شاء الله في صباحكم تونسي متكررا وتكرارا من الاثنين للجمعه، الى اللقاء نسكن بدأ.